التكفل بالفئات الهشة المتقاعدين، نراجعوا قانون التقاعد بحيث نخليه قانون التقاعد في حرية، نراجعوا القوانين الأساسية لمختلف الفئات، نراجعوا القوانين المنظمة للعمل، نرفعوا في الأجر القاعدي، نرفعوا في الأجور بما يتناسب مع القدرة الشرائية، لأن القدرة الشرائية راهي تعيش حالة صعبة، الأجور منخفضة والأسعار مرتفعة والمواطنين عندهم صعوبات في اقتناء أدوات المدرسية، في اقتناء احتياجاتهم اليومية، في اقتناء كل ما يحتاجونه. لماذا؟ لأن القدرة الشرائية للغالبية الواسعة من الجزائريين لم تعد قادرة، ونحاول نحسن بظروف السكن ونوجد صيغة جديدة للمناطق الصحراوية، وخصوا برنامج كبير. احنا خصصنا في برنامجنا 1,000,000 سكن، 500,000 سكن موجهة إلى المناطق الصحراوية والمناطق، وعندنا يا إخواني تعهد في برنامجنا خاص بالولايات الصحراوية. لماذا؟ لأننا ندرك أن أمننا في صحرائنا، وأن استقرارنا في صحرائنا، وأن استهدافنا حول صحرائنا، ولذلك إخواني هذه المناطق عندها أولوية في حياتنا. وثم بعد ذلك إخواني برنامجنا فيه فرصة أن الجزائر تبقى دولة مناصرة للقضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وعلى رأسها دعم المقاومة على أرض الرباط إخواني، ودعم القضية الصحراوية، ودعم كل القضايا العادلة. إحنا الجزائريين اخترنا أننا نكون مع المقاومة، اخترنا أننا نكون مع الفلسطينيين، اخترنا أننا نكون ضد التطبيع، اخترنا أننا نكون ضد الخيانة والتخاذل اللي راح تعيشه القضية الفلسطينية. ولذلك إخواني أخواتي، هذا الموقف راح يفرض علينا لازم يكون كاين عندنا وحدة وطنية حقيقية بين مواطنينا ومواطناتنا، ولازم نعاونوا جيشنا اللي يحمي في حدودنا، نعاونوه بالالتفاف تاع الشعب حول المؤسسات المنتخبة والمؤسسات الرئيسية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية. لازمنا نعملوا أنه يكون هناك رئيس عنده شرعية الشعب، رئيس اللي ينال نسبة عالية من التصويت حتى يبان للعالم باللي شعبنا راهو مع خيارات بلاده، وشعبنا مع توجهات بلاده، وشعبنا مش مستعد يفرط في وحدة بلاده.